عادت وظيفة أبداً. شو بدك أخي سامي؟ شو القصة؟ شو القصة؟ جناب المدير صرخني إنذار، يعني هذا تاني إنذار بوجه لي خلال أسبوع، وكله بسبب حرمكم المصوب. رائدة؟ ليش شو دخل رائدة؟ شو دخل رائدة؟ على أساس مو عرفان يعني، وما دخلك بالقصة نهائياً، ما هي اللي دخلها. صدقني ما فهمت عليك، يا ريت توضح أكثر أخ سامي. أخي بصراحة أنا ما كنت حابب أحكي لك، بس ما عاد أقدر أخبي، طفح الكيل معي ووصلت الشغلة روس مناخيري. هلأ روق وفهمني شو القصة. القصة وما فيها إنه مرتك مو بس سكرتيرة المدير، يبدو إنه مرتك إلى مهمات تانية. شو قصدك سامي؟ طول بالك، لا تعتد وتفهمني غلط. المدير معين مرتك جاسوسة على الموظفين، والله وكيلك نازل سلخ تقارير فيهم على الطلعة والنازلة، هرت نعمتهم هري. ولك يا أخي المشكلة إنه رائدة قابطة زيادة عن اللزوم، شو بدي أعمل معها يعني؟ شو هي اللي قابطة؟ للوظيفة، يعني أنا شو بدي أعمل إذا كان لحد هلأ تفكيرها عصملي وبتحب النظام؟ إذا قال للمدير روحي تابعي لي الموظفين مباشرة بتتحمس وبترقد بتنفذ أوامره بحذافيرها. دخيلك أنا، هذا مو مبرر. أنا ما عم حاول برر إطلاقاً، أنا كمان ضد تصرفات رائدة، بس يا ريت تاخذ الأمور بعقلانية شوي. شلون يعني عقلانية؟ شلون؟ يعني نحن لازم نلوم المدير يلي عم يلجأ لهالأساليب الاستخباراتية، مو رائدة، لأنه إذا ما حط رائدة جاسوسة أكيد رح يحط غيرها. نبيل قلك شغلة وما بتزعل مني؟ لا قول ما بزعل. الله يحمل معك. شو قصدك؟ يعني الله يعينك على مرتك. زعلت شي؟ حدا بيزعل بالحقيقة. يا رائدة يا رائدة ما بصير تعملي هيك مع رفقاتك، ما بصير بنوب. بعدين هدول موظفين مثلك مثله، مو حلوة كل شغلة توصلي له اياها للمدير. بعدين شو فيها إذا تأخر سامي شوي عن دوامه؟ يعني ضروري المدير يدري بهيك قصة؟ شي حلو والله، إذا كل واحد بده يتأخر على كيفه وعيني تفلت المؤسسة وبتصير مثل الخان، الفايت فايت والطالع طالع. وشو دخلك أنت بهالقصة؟ في غيرك مسؤول عن ضبط هيك أمور. مزبوط، والمسؤول عن ضبط هيك أمور هو السيد المدير، والسيد المدير هو اللي كلفني شخصياً بإني راقب الموظفين، يعني أنا عم أدي واجبي الوظيفي مو أكتر. بس يا رائدة بإمكانك تأدي واجبك الوظيفي بطريقة ألطف من هيك. شو قصدك يعني؟ يعني أنا مقحة؟ يعني أنا ما عندي لطف وبلباقة؟ طولي بالك طولي بالك، ليش هيك احتديتي؟ أنا ما قلت هيك، أنا قصدي إنه بإمكانك تغضي النظر عن بعض الأمور، يعني ما كل شيء بتشوفيه توصلي للمدير. يا نبيل ما بقدر ما بقدر، انا بموضوع الالتزام والانضباط ما فيني اتهاون ابدا. بعدين اذا بتريد لا تتدخل بصميم شغلي، وتذكر منيح انه انا بحياتي ما دخلت بشغلك. مثل ما بدك، انا عملت اللي علي وانت تصطفلي. صباح النور. الله وكيلك امبارح ابني ما نيمني الليل طول الوقت، حرارته 40. لح سلامته ان شاء الله سلامته. الله يسلمك يا رب، مشان هيك تاخرت اليوم. ايه بسيطه بسيطه ولا يهمك. شو عم تكتبي؟ لا ابدا ما في شيء، ملاحظه صغيره بس. يعني بدك تفسدي علي المدير اني تاخرت؟ اذا بتريدي يا عنايات انا ما بفسدها، انتبهي لكلامك منيح. بعدين حبيبتي اذا ابنك سخنان طول الليل روحي احكي هالحكي هذا للسيد المدير، لانه انا ما دخلني. ما في نتيجة، دق المي وهي مي. شو قصدك؟ لا فوق ما لم تأخر كمان العين تحكي، معقولة شو الموظفين هدول؟ وين رايح؟ شفتك؟ هاتي لشوف، شو في عندك؟ أستاذ عناية موظفة الديوان تأخرت ساعة وربع، قال شو ابنك كان سخنان بالليل، وهي تقرير كامل عن أسماء الموظفين اللي تأخروا اليوم. يسلموا إيديكي، شو في كمان؟ ابو ممدوح موظف الذاتيه كان عازم شله الموظفين عنده على الفطور وجاب لهم فول وخبز وفطروا على الطاولات. العمى بقلبه، شو عامل الذاتيه مطعم؟ ويا ريت وقفت المساله على هالشغله. الموظفين كانوا حاطين الفطور على الجريده الرسميه، وابو ممدوح تحديدا كان عم يشرشر الزيت فوق صوره المحافظ. الله لا يوفقه. انت من كل عقلك عم تحكي؟ ما بزل عليك بحرف استاذ، وهي التقرير ليكو، تقرير كامل عن واقعه الفطور. تسلم هاليدين،
في شيء ثاني؟ ابو تيسير المستخدم اللي عندنا كسر حنفيه المغسله. العمى وشلون كسرها هذا كمان؟ هيك هيك قد ما هو مستهتر وقرعن واهوج. كمان هيك استاذ ليكا هي واقعه كسر حنفيه المغسله. طيب يسلموا هاليدين. غيره موظفين مكتب النسخ كانوا مجتمعين عند رويدة وعم يحكوا وينقوا على المعاشات والإضافة استاذ، وهي تقرير كامل عن كل الحكي اللي انحكى. يسلموا ايديكي. عم نتعبك معنا يا مدام رائدة. لا ولو استاذ، تعبكم راحة. بعدين انا يا استاذ شو عم ساوي؟ ما عم ساوي شيء، انا فقط عم ادي واجبي المهني، بس عم ادي بأمانة واخلاص. بتريدوا مني شيء استاذ؟ روح شوف شغلك. الله معك. شو عم تكتبي؟ ما عم بكتب شيء ولا شيء. ما عم تكتبي شيء؟ لا. لمين عم تسلخي تقرير هالمرة؟ نبيل إذا بتريد لا تحكي معي بهي اللهجة. بأي لهجة لكن بدك يعني حاكيكي؟ يا نبيل سبق وقلت لك ما بسمح لحدا يدخل بشغلي أنا، إذا بتريد حط هالكلام حلقة بأذانك. عن إذنك. حلقة بأذاني؟ أين أميرتكم؟ مرحبا أستاذ سامي. أهلين أنا، تفضلي. بتريد شو صار؟ لا والله خير. شو صار؟ اجاني لفت نظر من المدير من تحت راس الست رائدة. لا حول ولا قوة الا بالله. شو وينه جوز الست؟ لسه ما اجى. شي حلو والله. هو بداوم على كيفه ونحن بنسلف تقارير على ابو جنب. بسيطة، انا فرجيه. شو مدام رائدة؟ شايف حاطة اسم جوزك ضمن متأخرين اليوم؟ اي نعم استاذ، لأنه حضرته لهلأ ما شرف. ليش ما اجى؟ وينه؟ ما بعرف، هو قال لي الصبح أساس يمرق لعند أمه ويرجع دغري على الشغل، بس يبدو أنها أخرته. وأنت حطيتي اسمه لأنه تأخر عند أمه ولا؟ عفوا استاذ، أنا بالشغل أبداً ما عندي خيار وفقوس، ولا يمكن أتهاون مع حدا حتى لو كان جوزي. برافو رائدة. أنت عم تثبتي يوم بعد يوم أنك موظفة مثالية. أحسنتي. شكرا استاذ. ست رائدة، انت بتعرفي انه جوزك لحد هلا ما شرف على الدوام؟ ايه، وشو عمل له يعني؟ الغايب عذره معه. ها، الغايب عذره معه؟ بس نحن اذا بنتاخر بتسلخينا تقرير. يا ترى السيد المدير بيعرف انه جوزك لهلا ما شرف على الدوام؟ والله ما بعرف، اذا بتحبي فوتي اسالي. ايه طبعا بدي اساله. استاذ، ست عناية حابة تشوفك. اوكي. شرفي، تفضل. طبعا انا على علم بهالشيء. روحي شوفي شغلك ولا تتدخلي بشيء مالك فيه. انت من قنطينة معجونة، حتى جوزك ما سلم منك؟ شو اخي نبيل؟ شو قرر؟ والله متردد شوي يا سامي. عفوا استاذ نبيل، انت اكثر واحد لازم تكون متحمس فينا. يعني حتى انت ما سلمت من شرها وهي اجت عقوبه بتحت راسها. والله معكم حق انه لازم نوضع لحد، بس انا ماني جاهز اطلاقا انه ساهم بضررها. ومين قال لك انه رح نضرها؟ كل ما هنالك رح نرفع تقرير للمدير العام، نشرح له فيه الوضع. طيب والمدير العام شو ممكن يساوي فيها؟ لا تخاف، ما رح يعلق مشنقتها، بس إذا اقتنع بالتقرير ممكن يرجعها على الأرشيف مطرح ما كانت، وبهيك حالة بترتاح وبتريح. يا الله. طيب يا ترى كل الموظفين وقعوا على التقرير؟ كلياتهم وقعوا، مو صفيان غير أنت. أخي بصراحة التقرير رح يرفع فيك وبلاك، وأنا بصراحة بدي إياك تاخذ موقف وتضل معنا، ما بدي إياك تطلع خارج السرب. ماشي الحال، ما رح وقع. وين التقرير؟ تفضل. مرحبا نبي. اهلين رائدة. شو تغديت؟ لا، ماني جوعان. على فكرة انت ليش ما داومت اليوم؟ ما بعرف. نبيل، انت صار لك يومين ثلاثة مو على بعضك، شو قصتك؟ ما في شي. هلا بدك تعلمني عليك؟ احكي لي شو قصتك؟
يعني إذا قلت لك الصراحة ما بتزعلي؟ ليش في شيء بزعل؟ نوعا ما. خلص ما بزعل، احكي. يعني أنا ما بعرف كيف انعمى على قلبي ووقعت مع الشباب. أنو شباب؟ الموظفين بالدائرة. ايه وعلى شو وقعت؟ على التقرير اللي رفع فيكي للمدير العام. آه، وأنت مشان هيك زعلان؟ طبعا. إيه لا حبيبي لا تزعل، أنت لازم تفرح كتير. وليش لازم أفرح؟ لأنكم خدمتوني كتير بهالتقرير. كيف يعني؟ يعني المدير العام قرأ التقرير تبعكم وأعجب أكثر بمواهبي بكتابة التقارير، فأصدر قرار بتعييني سكرتيرة خاصة إله. يعني صرتي سكرتيرة المدير العام؟ إيه نعم. بس ادعي معي يا نبيل يسلخوني بالمديرية شي تقرير للوزير، بلكي لعل وعسى يا ربي يا ربي بحقق لي حلمي وبصير سكرتيرة للوزير.